يتمتع لبنان بميزة جغرافية وحيدة في المشرق العربي وهي تضاريس الجبال الوعرة والشاهقة فسلسلة الجبال الغربية والشرقية والسهول المرتفعة تشكل من سبعين إلى ثمانين من مساحة البلد وتصل قمم لبنان كقمة القرن السوداء إلى أعلى من 3080 مترا وما يعطي هذه الجبال حيثية خاصة إنها مأهولة بالسكان بالرغم من صعوبة مناخها وثلوجها السنوية وستجدون كثيرا من القرى والبلدات على ارتفاعات تتخطى 1800 متر لأن لبنان تحت ضغط ديموغرافي وكثافة سكانية كبيرة بسبب مساحته الصغيرة. فمن هو لبناني أو يعرف جيدا بلاد الأرز، يدرك أن هذه الجغرافيا أعطت لبنان ميزة دفاعية استفاد منها على مدار التاريخ. لذلك لا يستغرب المتابع امتلاك القوات المسلحة اللبنانية جيشا ومقاومة وحدات قتال جبلي لاستغلال ما تقدمه البيئة الجبلية من ملاذ وسرية في التحرك وسهولة تمويه أو سرعة الحركة على الثلج وأغلبية الجيوش الحديثة للدول الباردة تمتلك هذا النوع من الوحدات الخاصة الجبلية وأشهرها هي أفواج الصيادين الألبيين نسبة لجبال الألب في فرنسا وهي تعتبرها من احسن قوات نخبه تملكها طبعا هذا لا ينطبق على جيوش المنطقه العربيه باستثناء لبنان والمغرب اما اليمن فمناخه مختلف وجباله ليست مغطاه بالثلوج اثارت الصور والتسجيلات التي بثها حزب الله لمناورات وتدريبات قوات القتال الجبلي دهشه المشاهدين وقلق لدى اركان الجيش الاسرائيلي وذلك بتزامن مع نشر الجيش اللبناني مقاطع مماثله لعناصره في اطار تكتيكي مشابه وبما اني لا اؤمن بالصدف فذلك يعني ان هذه العروض لها فحوى وتبعث رساله ذات مغزى لكن ذهب بعض المعلقون الى القول ان هذا النوع من التشكيلات العسكريه هو حديث العهد في المنطقه وهذا تجاهل لتاريخ لبنان العسكري والجيش اللبناني. نشأت سريه القتال الجبلي بتاريخ 11/2 1998 وكانت مرتبطه بقياده اركان الجيش للعمليات الى ان ألحقت بفوج المغاوير كسريه عضويه في نيسان 1999 وتم في اللاحق انشاء سريه ثانيه مماثله إلى أن تتحول هذه السرايا إلى كتيبة قتال جبلي بتكوين السرية الثالثة. هذه التشكيلات معروفة أكيد لدى جيش ومخابرات الدولة العبرية، وهم لم يفاجأوا بالكشف عن هذه الوحدات، لكن بث هذه المقاطع بهذا التوقيت، أي تزامناً مع الخطاب الردعي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أثار البلبله والمناظرات في الإعلام الصهيوني. ما لفت أنظار المحللين الإسرائيليين هو أن المقاومة اللبنانية تحافظ عادة بحذر على سرية القوات الخاصة. فبالرغم من شهرة وحدة الرضوان، الإسرائيليون لازالوا لا يعرفون شيئًا عنها غير أنها أوجعتهم كثيرًا. ونفس الحال، ينطبق اكثر على بعض وحدات النخبه كغطاسين القتال او ما كان يسمى برجال الضفادع سابقا والوحدات المجوقله التي كانت تتسلل الى فلسطين المحتله بالاجنحه الشراعيه اي مظلات البارابونت كما قلت في اول حديثي الطبيعه الجبليه تعطي لبنان ميزه دفاعيه لكن بما ان المناطق الجبليه هي تشكل الحدود الطبيعيه ايضا فذلك يعطي المقاومه امتياز بالهجوم ايضا تصوروا كم يسهل على هذه الوحدات ان تتسلل الى مرتفعات الجليل في فلسطين عبر الجبال والتلال المشتركه وتصوروا سرعة هذا التحرك بفضل الزلاجات ودراجات الثلج والآليات المتخصصة كالدراجات الرباعية أي الكواد. من الصعب أن تعرف المنهج التدريبي للوحدات الجبلية لحزب الله وهي منضوية ربما تحت قوة الرضوان أو تشكل فصيلاً مستقلاً آخر. لكن اذا استلنا الى سرايا القتال الجبلي في فوج مغاوير الجيش اللبناني فنستطيع استنتاج نوع المهمات او التدريبات والتخصصات التي يقوم بها عناصر السرية يخضع عناصر سرية القتال الجبلي لدورات عدة وبصورة تدريجية وهي دورة تأسيسية في التزلج العسكري مدتها ثمانية أسابيع وتتضمن الدورة دروساً نظرية وتطبيقية في تقنيات التزلج والتزلج العسكري وطرق الانتقال والاحتماء على الثلج، الإخلاء الصحي، ممارسة الرمي في المناطق الثلجية والمرتفعات، التنشئة التكتيكية في دوريات الاستطلاع والكمائن، وإنشاء مراكز قتال في المناطق الثلجية، دورة تأسيسية في التسلق العسكري لمدة خمسة أسابيع، وتتضمن دروساً عدة منها تقنيات التسلق، تقنيات الحيطة والأمان أثناء التسلق، العقد وأنواعها، تجهيز الممرات الجبلية وعبورها، طرق الانتقال في المناطق الجبلية الوعرة، عمليات الإخلاء الصحي من الجروف الصخرية. دورة آمر مجموعة جبلية وتمتد على مرحلتين: شتوية وصيفية، كل منها نحو ثلاثة أسابيع. دورة تكتيكية في القتال الجبلي الشتوي والصيفي، تعتبر هذه الدورة تدريبًا إجماليًا يشمل التقنيات الخاصة بالمناطق الجبلية، والتي تدربت عليها السرية خلال الدورات التأسيسية، وكيفية تطبيقها في عمليات تكتيكية في الجبال، وذلك خلال فصلي الشتاء والصيف، ومن طبيعة المهمات في الجبال تنفيذ كمائن للعدو. وإغارة على بقع بعيدة لتدميرها بالإضافة إلى الاستطلاع في العمق المراقبة تأمين الحماية والتغطية لعمل الوحدات الصديقة ومراقبة المسالك والدهم Si vous avez aimé le contenu,